المغيبين مختفين قسريا نقول ممكن نسميه المغدوري. المغدوري ايه. طيب. او الاسم الصحيح عليهم هم المغدورين، المغدورين فارقوا الحياة. طيب. فارقوا الحياة على يد الميليشيات. آلاف المغيبين الذين عاشت عائلاتهم على أمل عودتهم يفجعون بخبر تصفيتهم وإعدامهم بعد تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الصادمة التي تنم عن تواطؤ مكشوف مع القتلة من الميليشيات بدوافع سياسية دون الالتفات إلى معاناة عائلات المغيبين وآلامهم. مساعي الحلبوسي لتغيير تسمية المغيبين إلى المغدورين بذريعة تعويض أهاليهم محاولة لإفلات الجناة من العقاب والتغطية على عمليات تصفية وتطهير لم تغب عنها الصبغة الطائفية عبر تصريحاته التي تكشف حجم الاستهتار بأرواح الأبرياء وفقا للاتفاقات السياسية والمصالح الشخصية. تلك التصريحات المثيرة للجدل جاءت بعد أيام من انتهاء زيارة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالة التغييب القسري إلى مدن العراق المنكوبة، والتي أكدت أن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تعطي صورة كاملة عن حجم وفداحة هذه الجريمة، وطالبت بمحاسبة المتورطين بارتكابها. اجوا اعتقلوهم، أو إحنا ما نقول اعتقال أستاذ، نقول اختطاف. اختطاف بطريقة بشعة. التقيت شخصياً بقيس الخزعلي اللي هو قادة عصائب، كان طبعاً جوابه كل الجاب قال إحنا كلهم صفيناهم، وبكتها قال صفيناهم بالحفل واحد قال صفيناهم هو نفسه قيس الخزعلي نفسه قال صفيناهم. ذو الضحايا وعشائرهم في الأنبار استنكروا الصمت الحكومي وإخفاء هوية الميليشيات التي مارست عمليات إعدام لآلاف المدنيين في المناطق المنكوبة، متسائلين عن دور القضاء أمام تلك الجرائم التي ترقى إلى عمليات تطهير عرقي. نحمل الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد السياسي في ذلك التاريخ جميع التبعات القانونية والعشائرية، وسنلاحقهم قضائيا وعشائريا. وشهدت صلاح الدين التي يبلغ عدد المغيبين فيها أكثر من 8000 مغيب حراكا لذوي المعتقلين الذين طالبوا من جانبهم برفات أبنائهم والقصاص من قتلتهم بعد أيام على ادعاء المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد الشياع السوداني بأن ناشطي المدينة طالبوا بأمور شخصية خلال اللقاء الذي جمعه بهم قبل أن يفند ناشط المحافظة تلك الادعاءات بتسجيلات صوتية أكدت تطرقهم لملف المغيبين وأعدادهم. ملف المغيبين في صلاح الدين وصل عددهم ما يقارب 8000 مغيب، وعدنا إحصائية 5000 هم وأرقامهم موجهة لاعتقلتهم. مراقبون عدوا تنصل الحكومة عن مسؤولياتها تجاه ذوي الضحايا محاولة يائسة لحماية الجهات المتورطة بتصفيتهم، لا سيما الميليشيات الولائية التي تؤكد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن تلك الميليشيات لا تعمل تحت مظلة القوات الحكومية، وشرعت لنفسها قانونها الخاص حتى باتت تطارد وتستهدف المعارضين وتخفيهم قسرا بأوامر قياداتها في إيران.